طبعا احنا نقدر نزود الانشطه بتاعتنا بالعاب جميله وترفيهيه. بشكر اتحاد السكواش والبادل تنس، بشكر الاستاذ عمر هشام. احنا نادي الرحاب تقريبا ونادي مدينتي مغطي اكتر من 22 لعبه. اللعبه دي هي مزيج ما بين التنس والسكواش، بعد ما دخلوا عليها تطورت. هي في الاول الجزء اللي ورا ده كان حيطه في الملعب، كانش ازاز، وبعد كده بعد ما تطور الموضوع بعد كده في السبعينات وكده ابتدوا يعملوا ورا ازاز. فاللعبه تعتبر هي ميكس ما بين التنس والسكواش، واللعبه دي الوحيده اللي بيبقى عندك فيها 3 او 4 فرص كوره، مش لو عدت منك زي بيت الالعاب يبقى خلاص. ممكن تخبط ارض وازاز، ارض وازاز وازاز، ارض وازاز وازاز، تطلع بره ونجيبها. واللعبه دي اتس ا دبل جيم، نفس السكورينج سيستم بتاع التنس، تبقى الشوط عباره عن 4 نقط، ونفس السكورينج سيستم 1 سيت او 2 سيت، 6 اشواط. الشراكه دي هتساعد اللعبه عامه رقم 1 ان هو اللعبه دي تنتشر وتزيد. انا فوجئت بالمكان، مكان حلو قوي، اول مره اشوف ملاعب بادل في مكان اتراكتيف زي ده. مجموعه طلعت مصطفى بيعرفوا يختاروا اللعب، لعبات والجيمز، وبيعملوا حاجات السوق محتاجها والرياضه محتاجاها. الحقيقه نادي الرحاب من الانديه الرائعه الحقيقه والجميله في مصر، واللي بتخدم يعني اعضاء كتير قوي. لعبه البادل تنس بتنتشر انتشار كبير قوي في مصر دلوقتي، لانها لعبه الحقيقه ممتعه. هي مميزه في حاجات كتير جدا، ان هي اولا تناسب جميع الاعمار. بالنسبه للمضرب، المضرب اصغر زي شبه مضرب الراكت، بس هنا في تلين مش خشب. والفرق الكبير طبعا موضوع الازاز. الملاعب جديده في الرحاب، الرحاب قاعده كبيره جدا، ناس ساكنه هنا، فرصه تطلع لعيبه كتيره جدا. اللعبه عماله تنتشر في مصر بشكل كبير جدا. هم ما ينفعش واحد ضد واحد، تبقى اتنين ضد اتنين، وملعب مش ملعب تنس ولا سكواش، هو ما بين الاثنين بالظبط. انا شايفه ان الازاز حلو جدا والنجيله وكل حاجه مظبوطه ما شاء الله، فانا عاجبني اللعبه جدا بصراحه. الملاعب ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. اولا هي معموله على الفيرجن الجديد، بحيث ان هي فول بانوراميك، ان هي الازاز هنا كامل. عاده بيكون الازاز هنا لغايه النص وبعد كده حديد، بيكون فيه فواصل عاده، لكن هي دي هنا ما شاء الله فول بانوراما، فبتزود من متعه اللعبه ومتعه المشاهده فيها. جربوا البادل هتعجبكم.